سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء لهم رداء وفيهم جمع الطيب الخصال خصال جملتهم طيبات كغرس جاده قطر الطلال فما احتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال بلا سؤال مقام في الدرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد وحينما أنت إن شاء الله تعالى حلقة دينكو قادن دون حلقة دينكو بعد صحابي لو يقان أبي ذر الغفاري أما جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صحابي قال وانكي أفراد أما وانكي شناد ترى أهان مركا لأيغو رقيسو إسلامي قفكي أفراد أيو نغنية أما قفكي شناد أيو نغنية ترى آد إيا آد أير أيا صحابي قال كهو الرئيسي حق إسلام لماذا صحابي قال وحلقو تلماما إنو يهي قفكه كوباد اي صلاه اسلام كا كو سلام عليه الصلاه والسلام رسولك السلام عليك يا رسول الله ايو يري وانا قفكي كوباد اي نبي محمد صلاه اسلام كا كو سلامه واول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحيه الاسلام صحابي كان ابي ذر الغفاري اسغا اينو ادين دونا وركا بل اينو ارغنو هدا كلمته النبي محمد وكيري يقابك هو إسلامي يسقون ريركوك ودان يدقان ودان ودان وحلو يقانا وضوح أما ميل إسكو حيرا مكا إيصيدا ينقنا هاي عالم ككالي وحق وقويقا شامرك الله سي سعود الله مرو أبو ذر الغفاري وأبو ذر كيري غفاري وحمق عيسى الأورنجري جندب ابن جنادة جندب ابن جنادة أيال أورنجري أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله تعالى عنه بلكم مين قاذن عركنا أمهرين ننكرهم بضن أبي ذر النبي قليه صلى الله عليه وسلم صحابي قني آد إيا آد وحو قتل مانا حقرهم بضن ذا أيو قتل مانا من آدي يا آد أرم بضن أيوها نبي قايا يري ما أقلت الغبراء تبورك بضن مين قادن وادولك إيه ولا أضلت الخضراء تقرينك إهنا أمين حرينين وصمد إيه من رجلين أصدقك الرم بضن من أبي ذر رضي الله تعالى عنه أصدق بهل كائن وقرقاف كائن لفتحي أيا ونأكسن أصدق من أبي ذر رضي الله تعالى عنه محمد رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أياك المداك أيا يري في وادي الودان وادي الودان ليراء الذي كاس يصل كحر مكة مكة بالعالم الخارجي عالم كخارجي أيد بدأ أي كان ذا هي تنزل تيدك قبيلة غفار قبيلة ذا غفار كأي يدك جرين وكانت غفار وحيا هي قبيلة ري غفار تعيش وكنت كنول من ذلك النزر وحاير اليصير آد كأير
الذي كاسو تبذلوه لها أي بحسو القوافل صفرضة التي صفرضة تسعى أصعت بتجارة قريش قريش قنع سيجيغ ذاهبة إيادو تغيسا إلى بلاد الشام وضنك الشام أو آيبة منها أما إيادو كسونا قانيسا هانتي بدن ريركو قمالا هين صفرضة ميشا مرا يا وحا يرى أي سيان انتا يرى سيان أي يكون نولاين أي قادن شرين وربما عاشد وحا لغايا ريركو قوين يكون نولاين من قطع طريق ودقوين يجد قويو على هذه القوافل صفرضة أي كسميان إذا هي إيادو لم تعدها مركي سينوي دو ما يرضيها وحرالي قليا مركا صفر كميشا مريا وحرالي قليا وسينويو أي إنت جدقويو أردكتان أي صفر كجدقويو إنت كسميان أي وحي كسمين جرين فرن جرين وحا أي وطان وكان وحوها جندب ابن جنادة سحابي غان أنكور بحين إنو أي جندب ابن جنادة المكنى الغكون يوبي أبي ذر واحدا مدبوها من أبناء هذه القبيلة قبيلة ويلة شيدي كترسن لكنه ها هذا كان يمتاز وحكو عام بحي منها إيقا وحكو قد ونايوكو عام بحي بجرأة القلب قلب آد أديرن أي إلهي سيي والرجاحة العقل عقل آد أوين إلهي باسيي وبعد النظر أركت آد فقن إلهي باسيي سبحانه وتعالى وبأنه إساقو كان وحوها يضيق مد عريري قلا أشد ضيق عريري قا كأقدرا أيو قليي بهذه الأوثان صنم يضا التي تاسو يعبدها يعابدين قومه تلكي أي عابدين من دون الله إلهي سكدي ويستنكروا إنكري ما وجد عليه العرب عرب حيء كسو قاري ومن فساد دين دين كفس هذيئة وتفاهة المعتقد عقيدة ليذتاء ويتطلع وحنوها انقلتاقي إلى ظهور نبي نبي إلهي إن صادر جديد عصب ويملأ بوحي على الناس ذاتك دشودة عقولهم عقل يدودة إيا وأفئدتهم ودنياشودة ويخرجهم ذاتك كسارة من الظلمات مذوق إلى النور النور نأصارة نور إيا إفتين إلهي سبحانه وتعالى إن أغصار أي رجينيين ثم تناهد وحسو قاري إلى أبي ذر أبي ذر وحسو قاري أخبار النبي النبي وركي سأيا سو قاري أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو في باديته إسقو ميغي سيچوغا ثم تناهد وحسو قاري إلى أبي ذر وهو أبي ذر في باديته ميغي سأيو چوغي أخبار النبي النبي وركي سأيا سو قاري أجد الجديد عصباء الذي كاسو ظهر في مكة مكة إلهي كصادري أما مكة كصادري أبي ذر ولالك أنيس أيو لهض لي مركاسو يد أنيسو أما أنتك إرهير كسيحي أما أذيكو تق النبي مكة إلهي كصادري ورصح أو رسمي إنوغا كان أنيس أيا يد أنيقا تقيه ننكانا إنوسو ورصني أذيكو حوالها إرهير كسي ورهي أنيس أيا تقيه مركو أنيس تغي مكا أيو تغو رسولك أيو لكل مي صلى الله عليه وسلم وحونا دغيستي وحيابي الرسولك اللي قسو دجيه وحكم إذا أيو دغيستي أبي ذر أيا سوغي كارلا ولالكي انتو صان نقان أيو ولالكي مركو صان نقضي أيو أبي ذر كهر تغي مركاسو جدي أنيسو ننكي أنكو دري أي محمد أي رسولك أها ولالكي سيمحاتك حيسا وحكو جدي إلهي وانكو دارتيا وحان أركي نندتك أغو باقيا تلمامي ما تلمانت أيك شرف بلانت هاي وحنكو هذا الأنقبي أهين ضدكم حيل هايين بويري ننكا ضدكم حيل هايين وصاحر أما وفالية أما وقبايا أي ضدكم لهايين بويري أبي ذر أيا يري والله بان كل دارتايا هلكي إقوبيني سيمادن قبوشنين انتا إنا دوركاقو انتا إنو كو إقادة مانن دونينين بويري ورهلكي إقوبيني سيمادن قبوشنين باهيدي أن ربينا مادن سوء قدنين عرورتا إذا إيا هانتي إذا أنكا أغطاقو أنيقا أيا تقيي أبي ذر أيا دقاقي ولالكي أيا كو يري ورهمكي سسبي قباني يينكو أغاني نيناد محمد كو سعوتبو كو يري وايوي قراعان عدة أي أغاداني نو إنو نبي محمد كو سعودو أبي ذر مكا أيو تقي مساجد كينا ووغالي إستغو رهمكا إيا قراش كرومان أيا نين أوي دينين كلمة واحدة حتى ما أرن أيو waaye ninkanu wareysana yama garanayo inuu rasuulka yahay kuwii raacay ee rumeyay iyo inuu yahay kuwii rasuulka ka soo horjeeday qolana ma kala garanayo
شبتو قلي مركا أبي در مساجد كأيو إسكتشي بصدي حرم كهالكن كعبدة أكتيدة أيو إسكتشي بصدي عدنا الله ما هذلي الرسول كنا مجرنا أيو هبين كيكو بعد استجوا هالكعشي فأيو علي بن أبي طالب كصابح رضي الله تعالى عنه علي أيا قرتينه نكني نغريب يهاي إن كين أيو كجريو علي أيو الله صاصي هذا علي نوح بن مويدين علي نوح بن مويدين واغو مركو بريي ايو هدانا قربت كيسي يرا سوقات ايا صحيرو رير كيسي او كده يميد او تمر ايا وحاهايد مساجد كا ايو كسوك الله عدنا وحما ويدينين مالنتي لباد اساقون رسول كجرنينين ايو مساجد كا اكتي ساقوقاتي مركو غلابيست اي قبل كي او دعاي ايو ميل يرو چيب صدا اسكا چيب صدا اساقو هالك يرا جيفا ايو هدانا علي كسوابحاي علي باعد ورنينكاني هالك غوري كيسي هالك دوني ينو تاقو ميونا غرانين تلو نينكا مساجكا شيفا علي ايا هدنا هبينكي لبادنا او ياري هبينكي لبادنا علي بولا سيحة عدنا عدمو حما ورايسا علينا ما ورايسا اسنا علي ما ورايسا هبينكي صدحاد مركي او يهي او ابي ذي الرسول كي اونا اركين حرم كان او دح شيفا مساجكا اكتيسا او شيفا ايو علي صامري علي باكو يلوائنا ديگا شيكي ساوحا آدمكا او تمد أبي ذربا كويري هداد بلن أذن أبلن أذك هداد رجشوا إن عدا أن دون يجو هكتو وحان دون يين هذا تسيسد وانكوش يجيبو يري وحان بلن مكويمد علي باكويري بلن أذك بعدها هي ستهاي مكوا حد كصادون تيشك أبي ذر أيه رضي الله عنه وحان كيمد ميرف وحان دون يين النبي محمد إن الله كل ما وحان إن شاء الله يستجيبو يري وحان النبي قال له سود جيه وحكم ذا إن عندك يستو علي ايا دلالي فرحت ايو وجهي سي نوري اما كاهي مركاسو علي رضي الله تعالى عنه وحكو يري مركا ان وابريشنو اصارا عنيقا رسولك اوتقيه واسكو هرسعون ايا ابو الي وحقا ايانكو هرسعون ايا هدان كوبقو وان استاقا يا سيدي وحبيا يرعاقا ديدن بيا كاس نادين ايا ايا نسكرنقيه هل كا تاقن تايون اسكال لابو اسكرنقو هدين لكن مركا ان استاقو ان رافو isoo daba soco uun boo yiri wax dhibihi ma jiraane ali ayaa soo dhaqaaqay nabi maxamed radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam ayuu u keenay gurigiisi abiidar ayuu ugu yimid abiidar ayaa u soo galay oo rasuulka gurigi ugu yimid markay u soo galeen ayuu abiidar yiri assalamu alayka ya rasuulallah wa ninkii ku ubaad ee salaanta islaamka nabi maxamed ku salaama ayuu noqday assalamu alayka ya rasuulallah رسولك إلهي بيلي وعليك السلام الله ورحمته وبركاته أبي ذر سيداس أيوك النقضينينك كوباد أي سلانتا رسولك كو سلاما دبدي أي سلانتا نفافتي مسلمين تونا سلان أي اسكو سلامان أي نقطي أبي ذر أي رسولك أي صوقا بلي مركاسو أبي أيو أقباقي دين تا إسلامك وعكد الأخرية قرآن isla abi dir barti ayuu ka faafiyay inuu islaamay diinta cusubna inuu galay halkii ayuu ka cadeeyay afar wuxuu noqday abi dir ninka afraad ee diinta islaamka soo gala ama ninka shanaad ee diinta islaamka soo gala abi dir waxa ka soo hor islaamay afar saxaabi oo qura oo wuxuu noqday ninkii shanaad ama abi dir waxa ka soo hor islaamay saddex saxaabi oo qura أو وحن نقضي نكي أفراد أيو نقضي أبي ذر رضي الله تعالى عنه بلوي نواركي دونا أبي ذر إيا وركيسا ثم تناهد وحسو قاردي إلى أبي ذر أبي ذر وهو أبي ذر في باديته إساقو ميغا چوغا أخبار النبي الجديد نبيغا عصب وركيسي أياسو قاردي الذي نبيغا سو ظهر في مكة مكة إلهيك سو ظاهرية أمك سو عام بحي فقال لأخيه ولالكي بكير أنيسنا نيسها انطلق إنجي لا أبا لك أبا هواي إلى مكة مكة إنجي أو وقف إسا سودل تاك على أخبار هذا الرجل ننك وركيس إسا سودل تاك الذي ننكاسو يزعم شيغانيا أنه نبي النبي إنو يهي وأنه يأتيه وحي وحي إنو أغي ماد من السماء حق سمضة واسمع دقيس شيئا شيء من قوله أقواشي ساء واحمله إلى يئين صوقات ذهب أنيس أنيس أياتك إلى مكة مكة أيوتك والتقى وحو لكل ما بالرسول الرسول كأيو لكل ما صلوات الله عليه وسلامه وسمع منه الرسول كأيو وحك صوم أغلي ثم عاد إلى البادية ميجي أيو صوكعي
فتلقاه أبو در أبو در أيال كل مي في لهفة سممن وسأله وحنا سؤال عن أخبار النبي نبي قورركيسي نبي الجديد عصبا في شغف إصغى باهي بضن أقبع أمسي أذقه ممن فقال وحو يري لقد رأيت وحانركي والله بانكو دارتي رجولا نمبانركي يدعو دتك أقباقي إلى مكارم الأخلاق أخلاق ذاتي ذا شرفت لي ويقولك قولي كلاما كلام ما هو أن أهين بالشعر قبي أن أهين فقال له وحكو يري أبي در وماذا يقول الناس دتكم محيل هاين فيه ننكا دحديثا فقال وحوري يقولون وحيل هاين إنه ساحر ننكا نوا ساحر وكاهن ننكا نوا فالي وشاعر ننكا نوا قبيا فقال أبو در أبو در أيا يري والله بانكو دارت يا ما شفيت ماذا بكسين لي حقيقة غليلا هل كي إيو مني ذي إيقو بنيسي هل كي إيقو بنيسي ماذا وحبك ماذا قبن ننبو يري أو ماذا بكسين ولا قضيت لي ماذا قذن حاجة باهي فهل أنت أدق كاف مكفر أنت هاي عياري عرور تيدا حتى أنضلق سيانيق أن أتقو أو فأنظر أن أصائق في أمره ننك موركيسة فقال وحو نبي يري عليه فقال وحو يري أنيس أو ولالكيه نعم ها ولكن كن وحد هاتا من أهل مكة ريمك على حذر ننك فوچيغن وريمك ننك فوچيغن أهو أوك دوردو من أيا تزود أبو در أبو در أيا صحيقاتي لنفسه نفتيسي بو صحيقاتي وحمل معه معيسى وحو حنباري غربة ما إن غربت بي أصغيرة أوير وتجه وحو أجيت سدي من غده برديسي إلى مكة مكة أي أجيت سدي يريد وحو ندون لقاء النبي النبي إن الله صاكل ما صلى الله عليه وسلم والوقوف إنو إشدلتاغ على خبره وركيس بنفسه نفتيس إنو إسكسو دلتاغ بلغ أبو در أبو در أيا سوغاري مكة مكة وهو متوجس إسقو دريم يخيفة عبس من أهلها دد كيغا أوك قبو فقد تناهد وحسوغارد إليه أبي در أخبار غضبه غضبة قريش قريش عرض أي أقبتو ورر كيغا لآله تيم إله يدود أي عراضين إيو وتنكيلهم عقابة أي عقابيان بكل من قفكست أو تحدثه أي أغرش أكيسو نفسه نفتيس باتباع محمد نبي محمد إن إرعاد صلى الله عليه وسلم ننكست أو نفتو أي أغرش أكيس نبي محمد رمي قريش أي عذابيسي لذا سيدادر تذكرها وحن عي أن يسأل إنو سؤال أحدا قف عن محمد النبي محمد حقيس إنو كويديو لأنه إساقو ما كان ما أهن يدري مدقرن أي أن يكون إنو يهي هذا المسؤول كان وحويدين يا من شيعته نبيغ أنسارتي سي أو من عدوه أما نبيغ عدوه سي متكون نقرن يوم كلا قرن أي ولما أقبل مركوس وقابلي الليل هبينكي إذ ضجع ووشيب صدي في المسجد مساجد كالإحليسه فمر به علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب أيا سامري رضي الله عنه فعرف وحقرتي أنه غريب ننكن قريب إنو يهي فقال وحجر هلما إنك إن أيها الرجل ننو فمضى معه علي بن راعي وبات ليلته هبين كيسيب لبري عنده أكتيسة وفي الصباح صبح نمضي أي حمل صوقات أبي ذر غربته قربت كيسي ومزودته إيا يالكيان إذا سهيد أججرتي وعاد وحنك صار نقض إلى المسجد مساجدك دون أن يسألك يون سؤال أحد قفنؤون ويدين أو منهما لبدو ذكتر سني صاحبه صاحب كيسة عن شيء شيء اسنع عالم وريسن علينا وريسن ثم قضى أبو ذر أبو ذر باقات يومه ثاني مالنتي لباد دون أن يتعرف إساقون قرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك فلما أمسى مركو قلب يستي أيو أخذ قاتي مرجعه الكوجيب سنيي من المسجد مساجدك أيوك قاتي فمر به علي علي باس عمري رضي الله عنه فقال له علي باكو يري أما آن ميون قال للرجل ننكن أن يعرف إنو قرت منزله قريقيسي ورننكن قريقو دوني إنو قرت ميين قال ننكن مساجدك أون إمان أيا فما استحبه الله صاحبي معه معيسى إنك ينبوكو يري حضنا وهبين كي لباد فبات عنده علي أكتيس أيوب ري ليلته أبين كيسي أثانية لباد ولم يسأل أحد قفن ما سؤال منهما لبدو ذكتر سني صاحبه صاحبك عن شيء شيء فلما كانت مركي أهاتي الليلة الثالثة أبين كيسة دحات أيو قال علي علي كير لصاحبه صاحبك ألا تحدثني وإن ذيك شيء كيسا عما أقدمك وحكو كان إلى مكة مكة ورنيه مكة وحكو كان إيغا شيكيه فقال أبو در أبو در بايري إن أعطيتني هذا سيسا ميثاقا بلن أدق أن ترشدني إنا ديقو حقي إلى ماك أطلب أن دونيو فعلت وان سمين وان كاك شاكين
فأعداه علي علباسي ما أراد وحي ودوري أو من ميثاق بلن علي أيا بلن أذكسي مركا. فقال أبو در أبو در أيا يري لقد قصدت مكة مكوان أسو قصدي من أماكن ميلو أيا نقصدو قصدي بعيدة نادفق أبتغي وحندل بي لقاء النبي نبي إنا لكل ما الجديد عصب وسماع شيء شيء إنا كمغلم ما يقوله وحولي هيئة فانفرجت وحفيد انتي أصارير علي علي أصارير تي سي وچك الله بلاب كي وچك أيا كاهي أو إسكار دلاغي رضي الله تعالى عنه. وقال علي يري والله بان كدارت يا إنه للرسول الله والرسول كي إلهي حقا أو دبا وإنه إساقو هذا والرسول وإنه هذا إساقو والرسول بو علي يري علي أيا أصير نار نارتي أنا شاقي ننكن إنو رسولي هاي. فإذا أصبحنا مركان وابريس النبو علي يري فتبعني أنا إسار راع حيث ما صرت كل بحقانو نقاقوني دبا صعو نيني لصعودنا يان لقو مودين لكن أنا قوني إيغو شيء دائقة إيغو بولي كل بحقان مريو. فإن رأيتها دانركو شيء أن شيء أخافه عليك أنك أقبقو وقفت وانستاقي كأني سيدي أنو لي مودة أريق الماء بي إن أنضاذين أيو سيدي وحن بي يضاذين أيو أيان إسكالي غيا. فإن مضيت هدي أنتقو فاتبعني إصارع حتى تدخل إلى يوتسوغ شمدخلي برتا أنقلي لم يقر لأبي ذر أبي ذر أمقبوب مضجع هالكوشي في مصقنان لم يقر مصقنان لأبي ذر أبي ذر أمصقنان مضجع جيفكي ديوال ليلتي يا بين كيسي يوردان لنا عايو لك كوهين كريواي شوقا كالقعيل إلى رؤية نبي نبي أركتدي سوق صلى الله عليه وسلم ولهفة إيما مني إلى استماع شيء شيء ولغا يستوكم من يهي ومما يوحى به إليه وحلوس وحيو ذيئة. وفي الصباح صبح ظهر مضى علي علي أيا دقاقي بضيفه مرتدي سيولا دقاقي إلى بيت إلى بيت إلى بيت الرسول رسولك غوريسي أيو لآذي رسولك الكريم شرفت لها صلى الله عليه وسلم. ومضى أبو ذر أبو ذر أياتي وراءه حقيس دنب يقفوه إيغو رائي سغو راعي وهو لا يلوي مسو ديمونين وهو لا يلوي مديمونين على شيء شينا حتى دخل إلى يقلان على النبي النبي أي أقلان صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر أبو ذر أيا يري رضي الله تعالى عنه فقال أبو ذر أبو ذر أيا يري رضي الله تعالى عنه السلام عليك يا رسول الله سلامتي إلهي يبد بادي سيدوشا ها 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 رسولك إلهي يو. فقال الرسول رسولك أيا يري وعليك دوشا ها ها سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أبو ذر وحو أهاضي أول من حيا ننكي كوباد إيكو سلام الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام سلامت إسلامك ثم شاعد ويفافتي سلامتاسي وعمد عام أي نغتي بعد ذلك انت أكذب. أقبل الرسول رسولك أيا صغابلي صلوات الله عليه على أبي ذر أبي ذر أيو صغابلي يدعوه إسقو أغييري إلى الإسلام إسلامك ويقرأ عليه إسقو كدل أخري أي القرآن قرآنك. فما لبث من نغان أن أعلن إنو عضيست كلمة الحق كلمة حقا أبي ذر ما بقرصنين مركب كلمة حقا أيو موجي ودخل وحصوغلي في الدين الجديد دينك عصبا أيو صغلي قبل أن يبرح إسقون كدقاقين مكانه ميشيسي. فكان وحو نقضي أبي ذر رابع ثلاثة صدح ننكي أفريني أيو نقضي أو أسلم إسلامي ننكي أفراد أيو نقضي أو خامسة أربعة أما ننكي شناد أيو نقضي أفرت شنيني ولنترك أين أغتقن الكلام ورك لأبي ذر أبي ذر ليقصص أغا ورم علينا دشين بنفسه نفتي سبقية خبره وركي سصوهري أردنسي أغن أغا ورمو. قال وحوي أقمت بعد ذلك انت أكذب وحن لجوغي مع الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مكة أيان رسولك لجوغي فعلمني وحو إبري الإسلام إسلامك أيو إبري وأقرأني وحو أخرسي شيئا شيء من القرآن قرآنك كترسا ثم قال لي وحو إغو يري لا تخبره ورمين بإسلامك إسلام داد أحدا قف في مكة مكة كسوغن قف ريمك إناد مسلم تايهو شيئين. فإني أنيق أخاف عليك وحنك أقبقيا أن يقتلوك إني كدلان. فقلت وحنك إري والذي كيبان كدارتي نفسي نفتيد بيده قعنتي سأيك جرتي لا أبرحك زولي ما يمكة مكة
حتى آتي المسجد إلى المساجد كتغو وأصرخ أنك نحنواق بدعوة الحق حق دعوة ديسا أنك نواق بين ذهراني قريش قريش برتموه إلى أنك قيليو أو حق إيا إسلام لماذا أنك عدايو. فسكت الرسول رسول قوك آمسي صلى الله عليه وسلم فجئت وانو إمد المسجد مساجد كي أياني مدبوي لأبي ذر وأفرن عدة إسلام كهي ستارة أما واشنن وانكي شنات وقريش كي قريش جلوس أي فرفديان يتحدثون ويشيكي سريان فتوسطهم برتمهوغ أياني سسوتا قيبوي لمضح ذي قريشات وناديت وان دواقي بأعلى صوت عدكي كي أقول ديرا أيانكو دواقي يا معشر قريش بحض قريش هذي إني أشهد وحن أنيقو قريا ألا إله إلا حق لغو عابدا إنو نجر إلا الله إلهي مويه وأن محمدا محمدنا رسول الله رسول كيسي إنو يهي فما كادت مصيقين كلماتي كالمذهيقو تلامس إني قاران أما تابتان آذان القوم قوم كدقوهوغا حتى ذعروا إلى يولا سوء أرققحيو جميعا دمانتود ويوذ أرققحين وهبوا ويصور نبتان سيدة دبايشا من مجالسه ماله أي فردين أيك صور نبتان وقالوا وحي الأهدين عليكم قبت بهذا الصابئ كان دين تيسي كبحي بهذا كان الصابئ كبحي دين تيسي وقاموا إلي وإيسو كعين وجعلوا وحي باللابين أما قد قلن يضربونني إني إقراعان لأموت سيانو لنتو فأدركني وحي إقسو قاري العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب وأها عم النبي رسولك أذير كيس أي إقسو قاري وأكب على يسداسو إيقو هوبطي إساق عيسا إيقو صادو الهوبطي ليحميني سئو إيراليو منهم إيقا سئو إيقا إيراليو فما أقبل عليهم إيقا أيو قابلي مركو إساقو إيقو دقدقي وهوستا إساق الشضي أيو هدنا إيقا قابلي مركاسو كجري وقال وحجري وإن لكم هوقيني أتقتلون ما واحد ليسين رجولا من غفار ري غفار ورمنين ري غفار أياد ليسين وممر قوافلكم سفركين أردنين وحمر عليهم يقدشوده ورمنين كسفرك أردنين ويكوغ أمر أيا تابنيسين بيهو يلاهدين بيولي فأغلعوا عني وإيقا تشوك سدينو كرب إيقا تاك سدين مركي عباس الله هضلي أي أغلعوا عني إيقا دقاق يعني دب إيقا كعين وإيقا تشوك سدين ولما أفقت كوما أيو قلي سدي لو قراعي أيو كوما قلي ولما أفقت مركان كوما ديك صوبحي جئت وحنو إمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فلما رأى مركو أركي ما بي وحانيق إيقصغن قال وحو يري ألمن هكميانا كانهي عن إعلان إسلامك إسلام لماذا ضينا العدي ستمانا كوديد فقلت وحنكو يري يا رسول الله رسولك إلهي كانت وحي أهي حاجة باهي في نفسي نفتي إذا كجرتي فقضيت هوانا كوتي نفتي إذا أباهنيد إنان أمد إيامد أحد قريشات كبحقيليو oon u sheegay inaan islaamay muslimina anahay inaan u sheego waxa naftayda u baahnaa waanan cadaystay buu yiri anigu diintii aan qaatay faqala wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam ilhaq bi qawmika warradada tolka u tag wa khabbirhum ugawran bima ra'ayta wa hadarakta iyo wa ma sami'ta wa had maqashay wad'uhum ugu baaq ila allahi ilahi dirti la'alla allaha ilahi wa hala filana ya yanfa'uhum inu ku anfa'u bika adiga inu kugu anfa'u ويجيرك أذيعنا وأجر كاسية فيهم لحدود فإذا بلغك مركاد مقشأ ما أكسو قارو أنني أنا ظهرت إن كسر ريين منكن فتعال إلي إيك علي مركاد مقشأ إن نقول يستي وأود إذا أي ساعة بحدي مركاد إيك علي أنت كريد عود الرهير كعك كده حود باليجري قال أبو ذر أبو ذر أياجري رضي الله تعالى عنه فانطلقت وانتجي حتى أتيت إلى ينتج منازل قومي تلقي هل كيد جيين فلقيني وحى إلى كل ما مركيب أخي ولا ألقي أنيس أنيس فقال وحو إيقو يري ما صنعت ورمحات سميسي قلت وحنكو إيري صنعت وحن سميي أني أسلمت وان إسلامي أو صدقت وان رومي رسولك فما لبث ولا ألقي كمها كنن أن شرح الله إلهي إنو واسعي صدره لابتيس وقال وحو إيري ما لي إيماء الرغبة وحن عدي عن دينك دينك أضغاضتي ولا دينك أضغاضتي أن من نعو أيو إيري كاس أنغاضتي فإني أنا قلنا قد أسلمت وان إسلامي وصدقت أيضا وانا رمي رسولك ثم أتينا وحن نؤتقن لبضى يدي ولا لها أها أمنا هو يدي أيان نؤتقن يبو يري فدعونا وحن نؤقباقنا إلى الإسلام إسلام لماذا فقالت هو يدي وحن نقتري ما لي أنا قنا إيم السقنا
رغبة وحجة عين وحنعيده عن دينكما دينتي إن أنعيو وأسلمت أيضا وإسلامتي. ومنذ ذلك اليوم أنت على قبل الله انطلقت ويتكت الأسرة قيسك المؤمنة إلهي رميسني تدعو إني أقبا غضدتك إلى الله إلهي في غفار في غفار لحدودة لا تكلك من دالين عن ذلك إني دعوة دين تأقبا غض ولا تملك من عاجسين منه دعوة حتى أسلم إلهيك سو إسلام من غفار في غفار خلق كثير خلق فربضني إلهيك سو إسلام وأقيمت الصلاة صلاة اللي أقوق فيهم في غفار لحدودة نبي جيب إيقون أؤمنين أيو أبي ذر إلهي سبحانه وتعالى قعنتيسة أي رير كائذي لكو سو إسلامين مركاسي صلاة إيودن رير كاسي هل كاكو أوغين وقال فريق منهم قروب كترسن أو ريق فاره وحي يراهدين نبقى أنه وحنو إسكهي سني على ديننا دين تيدان باقي كو أهان حتى إذا قدم الرسول رسولكم مركو سوغل المدينة مكدينو أيانو أسلمنا إسلامينا فلما قدم الرسول رسولكم مركو سوغل صلى الله عليه وسلم المدينة مدينة مركو سوغاري بي أسلموا إسلامين فقال عليه الصلاة والسلام رسولك وحيري غفار لمن كره غفار غفر الله لها إلهي دنبيغيغ هدافو وأسلم لمن كره أسلم سالمها الله ألها بدبادي لبضان رير با نبي محمد أيا أدعيي لبضان رير ري غفار ندنبي داف أي إلهي أقبريي ري سالمنا إلهي ري أسلمنا إلهي سلام إيا بدبادة أي إلهي أقبريي أقام أبو در أبو در وحو نقاذي في باديته ميقيسي حتى مضت إلى يتكتب بدر دقال كي بدر لغو كلا فول قاف لغو كلا فول قاضة لغو كلا فوض قاضة دقال كي بدر ووحد دقال كي كلا وحد نرير كوغ أيو يساقو كان إحباقي أو كما سوق قيب قلين والخندق دقال كي خندق نما شوغين صدح دا دقال با يساقو رير كوغ شوغ أيو دعين ثم قدم على المدينة مدينة أيو صوغ لي وانقطع وحو أصوغ أي إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم واستأذنه رسولك إذن أيو ويديستي في أن يقوم إنو أكعو على خدمته خدمة ديسة نبي محمد أيو كير إلهي رسولك سو أنكو أذيقو فأذن له نبي أيا أقلاضي ونعم وحكن معيستي بصحبته رسولك إنو الله صاحيبو وسعد وحن كل إباني بخدمته رسولك إنو أذيقو وظل وحو هذا رسول الله صلوات الله عليه يؤثره رسول كنا آد أي أدورا جلو أفضل جري وحكست ننكا أي أفضل جري أبي ذر رضي الله تعالى عنه ويكرمه رسول كو شرف جري فما لقيه رسول كل ما كل من مرة مر إلا سافعه عن قاد جري وهش رسول عليه الصلاة والسلام رول عدين أي سميني في وجهه وجهيسة وبش بشاشت أي فرفرنام الرسول كو أبي ذر أسمين جري ولما لحق الرسول رسولكم مركوها لالي رسولك الكريم شرفت بدنا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قروب كسري مركو رسولك غير يودي لم يطيق مأوذين أبو در أبو در صبرا إنو أتكيست على الإقامة إنو سيد دقناد في المدينة مقالة المنورة نورك لهيد بعد أن خلت انتي كمرناتي من سيدها سيد كيغي وأغفرت انتي فقير كنقطي من هدي مجالسه مجالستي سهنون كيسي مركو رسولكو غيريوداي ابي ذر و هو ادكيسن كاري وايي انو مدينه سي جوغو او نبي محمد او غيريوداي رضي الله تعالى عنه فرحا لو هو اوغوري الى باديه الشام ميغا شام ايو اوغوري واقام فيها هلك ايو دغنا مده خلافه الصديق ابي بكر انتو خليفك اها اوردن هلك ايو دغنا والفاروق عمر انتو خليفك اها اوردن هلك ايو دغنا رضي الله عنهما الهي لبدود برالياك اهادو وعنه اسغنا الهي راليهاك اهادو وفي خلافة عثمان مركي او خليف كنقضي نزل وحو سودغي في دمشق مقالدة دمشق ايو سودغي فرأى وحو اركي ابي ذر من اقبال المسلمين مسلمين تصدي اقابلين على الدنيا ادنيا وانغماسهم اي صدي ام قورتين في طرف الراحة صدي مسلمين تو ام قورتين ما اذهله وحكي وريري ودفعه كون كلفي الى استنكار ذلك الرنكائن انكرو فاستدعاه وحو يري عثمان بن عفان أيا إلى المدينة مقالة مدينة إيقو كاليكو يري فقدم إليها مدينة أيو يمد لكنه هاي ما دئي ما لبثا كمن نقان أنضاق إنو لباتوه بالرغبة الناس ددك جعيل كوغ إنو كل لباتوه في الدنيا أدون يدا أي جعليهين وضاق الناس ددك إنو وحي كل لباتوه بشدة أذيقيس عليهم يقوكو أذيقيهاي وتمديده يصيب أقو حيل ديران يأمأ آد ودتك او شهرين يوغو ديدن يهي بهم ارمهوغا
ور الدنيا ده هتشعلاني نبولي يه الدنيا ده دار نجادي ما هي. فأمره عثمان وعثمان أي أمري بالانتقال إنه أوريجو إلى الربذة ربذة إنه أوريجو ماشي الربذة اللي يلاهدو وهي الربذة ذو قرية واتول صغيرة ير أو من قرى المدينة مقال هذا مدينة تولو ينكيغا كميدا فرحال إليها هالكاس أنقا أي أوريجو أقوري وأقام فيها هالكا أيو كنقا ذي بعيدا إسقو كفق عن الناس ضدك زاهدا إسقو زاهدا بما في أيديهم قعمها وحاوه جرى إسقو كالزهدي أو من عراض الدنيا بربرك أدون يداء مستمسكا إسقو كدقا بما كان عليه وحكد السقنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيو صاحباه لبديس صاحب أو من إيثار الباقية تباقق إني دورتان على الفانية تتقيس أدون يداء إني كدورتان دخل عليه وحاو صغلي رجل نمبا ذات مرة مرمرك كمذا صغلي فجعل وحب الله يقلب ضرف إنو إندها وريجيو أبي در قريجي سيأيون لني صغلي ننكي با قريجي هاري ريسا سيدا او ايقاي وحبا وايي قريجي شي مدحيالو شي كوب وحلقو عبا ما تلاهد كوب وح قريجي إذن دحيالا بما ترو دخل عليه رجل نمبا صغلي ذات مرة مرمرك كمذا فجعل وحي قدقل يقلب إنه رقرق الضرف إش في بيته قريق الحديثة فلم يجد فيه مهل مطاعا ألابك مهل فقال وحي يا أبا ذر أبا ذرو أين مطاعكم أوي ألابتيني ورألابتي قريق مي فقال أبو ذربا يري لنا بيت قريبان لأنه هناك حق آية نقريك لأنه ويعني الآخرة قريبان آخرة لأنه نرسل إليه وأن أدر أن صالح مطاعنا ألابت أنت عصبة قريقا كلا نوسي أدر أن أبوه وقريقا يقا آخر أيان أدر أن ففهم الرجل ننكي أيا فهمي مراده وحي أجيده إيا قريقا ألابت أدر أك آخرين ويهي وقال له وحي كيري ولكن ها ها تي لابد لك وحلق عام مارمان من مطاع ألاب ما دمت أنت أجوكت في هذه الدار دارتا يعني الدنيا فأجاب وجوابي وحي كيري ولكن صاحب المنزل ها هذاك غوريغا اسكله لا يتركنا فيه غوريغا نغوم دينيو هدان غوريغا الاب سو دغانو ك غوريغا له نغوم دينيا انغو نغا خاينيا ابو يري وا الهي با غوريغا له الهي ايا نغا ديليه ابو يري كل وانو كديمانينا ما حانو كفلي بو مركا يري وبعث اليه وحا اسودري امير الشام امير كي شام هيستي ايا اسودري ب 300 دينار صدح بقول او دينار ايو اسودري أبي درب صدح بقول أو دينار والعقاد بضم بو صادره وقال له حكيري استعن بها كالما يصدح ذا بقول أو دينار على قضاء حاجتك باهدا ذا إنت كقودته فردها إليه صدح ذي بقول بو دب وعلي وقال وحنيري أما وجد ميون هلين أمير الشام أمير كشام عبدا لله أدون إلهي ليهي أو أهون عليه إيقا قد ليسا مني أنيقا وردون إيقا قد ليسا أنيقا موايي بوير محول عقتا نيقو صادره وفي سنة ثانية وثلاثين لبي صدن مركي لغا جوغي للهجرة هجرة مصطفى استأثرت وحلق لنقطي يد المنون غيري دقى عن تيدي أيا بالعابد عابدك لك لنقطي الزاهد زاهد كأها الذي كاسو قال فيه الرسول رسولك أويري عليه الصلاة والسلام ما أقلت الغبراء ما أقلت مين حنبار الغبراء تنبور كبضني وادولك ولا أظلت أمنا هرين الخضراء تنقرينك إهوا عرك من رجل نن أصدقك الرنبضا من أبي ذر أبي ذر رضي الله تعالى عنه نبي محمد أيا أبال أيا أكرن تزكيو إيا أبال مرين أيا إنو عديي نن كاسين وها نن أننك أغرن تبضا نن دولك كركيسة كسعودة ننك أغرن تبضنا نن عرك هستيسة هرسدا ننك أغرن تبضنا وحو نغضي أبي ذر رضي الله تعالى عنه نبي تلوين بضا و أبي ذر أو كسر حلقة بصدي أيات شراء ما يلب بضن بينو أركينا أما أحاديث بضن و أبي ذر رسولك أو كسر وطهل قبصان أيو و للي مرك غاري وحوران جري أبي ذر أو أنكو أركينا ضعيف تهي إها يسكد ييني ضد نحن حادثو وآيا محكمة دوي عدق تهي عيدون باتكو عيري هذا استرى هذا كيس نحقل عيدونو ناتكو عيرتو أيا لغا يابا ولي بنا عيد لغا قردرين يهينا هذا نكسي عيرتو أيا لغا يابا كل هذه ونقفكو أهين قف لغا مارمان ونغضي أرنكا وحلغا يابا إنو خطر قلو أيا دعي كرا أبي ذر رضي الله تعالى عنه حلقا أيا إنو كقبحني وحلقا دي نيكو باد إن أغطى لغا لي أبي ذر إن إنو كو أرقنو أيا حلقا إنو أغطى ماتي والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم.